بسم الله، معاكم دكتور صديق عبد الكريم، طبيب في الـ NHS England، وعندي رسالة مختصرة بس مهمة للغاية عايز أوجهها للناس بخصوص الـ COVID-19. طبعا للأسف هذه الجائحة اجتاحت العالم بصورة رهيبة في الفترة الأخيرة، ولم تسلم منها أي دولة أو أي شخص مهما كانت مكانته. وللأسف حتى الآن ما في علاج ناجح لهذه الجائحة، والحل الوحيد أنه الحمد لله الآن عندنا الفاكسين، ومر بكل التجارب العلمية ومراحل السلامة ويجيز من الجهات المختصة. ويعني أنا عن نفسي أخذت الفاكسين ولم تحصل لي الحمد لله أي آثار جانبية تذكر غير ألم بسيط في موضع الحقن وراح بعد ساعات. يعني فبوجه الناس أنه يعني عشان تحمي أنفسها ومحبيها والناس اللي حواليها، وأنه تأخذ الفاكسين يعني. وإذا عندها أي استفسارات أو أي شكوك ممكن تناقش مع الجي بي بتاع أو الجهات المختصة يعني، وتستغل مصادر من المعلومات من المصادر الموثوقة وهي متاحة ومتوفرة. وأتمنى لكم السلامة وفي رعاية الله وحفظه.